السلام عليكم يا شباب. اليوم بالمطار احنا اهل تشوفون شوف الاسرة كورونا ونعم خلينا نحط لهم يلون طب المرض لعم طاف مع عبون ان شاء الله خلينا نقول نيجا لا يدقى لا ويلا عزيزي شاء الله بس احنا هنا انا سوريكم بعد شوي يلا يلا حاسد يلا وصلنا المطار يعني هسه راح نركب بالطيارة شوف هاي قد كبرها يا جماعة شنو الشعر يلا هسه انا رباوي قاعد نتباوى وراح نطيرن اوكي يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب تشوفون هاي العباس ما ادري هاي الدجاج مخضوط ومش بتيتوز هنا عندنا البيبسي هنا عندنا هاي الجلي ويا الكريم الجوة وهنا عندنا قالك بالحار وهنا عندنا معكروني ويا جبن وشوية زلابة يلا بسم الله يا جماعة شوف شلقيت يطوكم معجون اسنان ويهم يطوكم جواريب هذي انا اشوف هاي جواريب السلام عليكم يا جماعة طقت لي 7 ساعات نومة بالعباس وتباوى داخل هاي هسه قاعد اباوى كلش خدران يا الله وحرالي يعني حلقي يابس كلش باد المطار يلا 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 اشوفكم من اوصل المطار ايه يلا باي يا جماعة وصلنا هسه بالتواليت شنو هاي الخرة هاي بطلو جبته كلمس هاي فول اذني بالعباس مسدودة بس الله يتم كلش منو بالعباس السلام عليكم امي برو سوي تحدي جديد اليوم تعال شوفوا هاي اليوم راح ناكل شوف تعال جيب الكاميرا شوف اليوم قاعد ناكل اكل بروتين هاي البيض هاي السوسج الفاصولي مكبوتيته عد هنا كروسون حار كلش اسمه صمت هنا عندي شاي جدا حار هنا عندي فواكه شوفون هاي وهنا عندي فروزن يوغرت بسوي هاي تحدي انا شارك لكم تحدي جديد يلا هسه هاي راح ناكل بوتيتا وفاصولي خلينا نذوق بعض اعطيها 7/10 خلينا نذوق السوسج هاي هذا اكل كله شوي بروتين وزين الصحه يا شباب هسه انا اذوق البيض بيض طيب جدا هذا البيض ببطنا ماش بوتيتوز وها شوفون يلا يلا يا شباب ما حدا راح يصورني الجماعه قاعد يصيحون يا شباب جدا جدا طيب كلش جدا اقول لك سكتي قاعد اكل ها شو يا شباب هاي فاصوليا والها والبيض اها طاح شاي عادي ما له غلط كلش طيب يا جماعه هسه شاي رحت للجوس بومس والله هذا الشاي كلش حار وانا بردان كلش بارد بالطياره والاكل زين والله زين لا ما في شيء يا شباب راح اسوي تحدي ثاني هل تشوفون هذا الدومي بابطيني شويه خلنا ناكل شنو هاي هاي شوفونها بالكاميرا ها شوفها مو طيب العباس مو طيب ما حد ما ادري مو طيب ها مو طيب ما بك يا
العباس دكتور شنو هذا القاع السوداء يا ابوي؟ استغفر الله يا شباب، انا كلش يعني اسف جدا. اول شيء هذا شنو هذا الزرب العباس؟ شنو روبه وي روبه حامضه وي جام؟ شنو يا جام؟ بس هو ما يبين الجام. هذا كروسون ما كده ما اشتهيته، شاي شربته ما حطيت حليب، من غبي ما شفت هذا الحليب. وصلنا هسه، راح نروح نشيل الاوراق هسه ما تشوفون، راح نروح الاوراق. كان ورا الطاولة سي هاي حظ يسهل ماشي قاعد يم هذا ابو زربه. شبيك؟ لا شو يلا يلا في مليه لا طقني ولا هاي يا دليشس. اوه بوم هدوك يا تاب تاب يلا بس اتاب يلا بس اتاب مشينا يا جماعة جابوا لي سناك، هل تشوفون هاي الخبز حار، هاي شو اسمه حمص، وهاي العباس شو نسيت دني زلاطة العباس، هاي دهنا القعدة ترى يا كلش حلو. بس بالعراق والله بدأت مالي خلق يعني اصور، تعبت كلش بالعباس هسه قاعد بال شو اسمه الديوانية بيت جدي تشوفون، عندي هاي المساج قاعد طق طق ظهري وكلش تعبان، شربت لي شاي حار شاور خذيت ايه. هذا فلوغ ريدي تو ها سو تعلم وجوف بالعباس هي سيد ذات تميك فلوغ. يلا يلا باي، سي يو تو يوز جايز.